تعد اضطرابات النطق من أكثر اضطرابات الكلام شيوعاً، وبهاي الاضطرابات بيلفظ الشخص الأصوات اللغوية بطريقة مشوهة أو غير مفهومة، بحيث يصعب على المستمع أنه يفهمها ويستوعبها. اليوم رح نحكي ورح نتخصص بالكلام عن الأطفال، وبالتحديد عن موضوع اضطرابات نطق الأصوات الكلامية لدى الأطفال. رح نحكي بهذا الموضوع مع صفاء المستنجي، أخصائية نطق ولغة. أهلا وسهلا فيك. أهلاً، كيفك؟ كيف حالك؟ سهلة. يعني أنا أعطيت نبذة سريعة بالبداية عن اضطرابات نطق الأصوات الكلامية، لكن بدنا إياك تدخلينا بالموضوع بتفاصيل أكثر. إيش هو اضطرابات نطق الأصوات الكلامية؟ هلا اضطرابات نطق الأصوات الكلامية ولما يكون الشخص ما غير قادر على نطق الصوت أو الصوت الكلامي بطريقة أو مخرج الصوت بطريقة سليمة. نعم. ممكن إنه يشوه هذا الصوت أو يستبدله بصوت ثاني أو يحذفه أو يضيف صوت جديد على الكلمة. فبهاي الحالة ممكن يأثر على مفهومية كلامه في الحالات الشديدة، لما يكون كتير أصوات متأثرة أو كتير أصوات عم منطقها بطريقة غير صحيحة بتتأثر كل مفهومية كلامه. نعم. بتبلش من عمر معين مثلا؟ هي بتبلش عند الأطفال ولا ممكن مثلا الشخص بس، أو يعني عند كبار السن خلينا نقول، ممكن يعني بأي عمر بتبلش أكثر إشي؟ هلأ هي بالعادة ممكن الأطفال بعد ما يكتسبوا اللغة بضل عندهم أخطاء لغوية، هاي الأخطاء أو أخطاء نطقية سوري. هاي الأخطاء النطقية نحن بنشتغل عليها، بنسميها اضطرابات النطق أو نطق الأصوات الكلامية. هلأ ممكن تكون تبلش أصغر لما يكون كل برنامج الصوت عنده أو كل برنامج الأصوات الكلامية، كل النظام مختل أو هو غير قادر على إدراك هاي الأصوات، فبهاي الحالة بتأثر لفظه لهاي الأصوات أو نطقه لهاي الأصوات. هلأ ممكن تكون برضو في حالات كبيرة ممكن تكون مكتسبة، اكتسبها برضو لما كبر، يعني في اضطرابات معينة نحكي عنها في هلأ رح نحكي عنها، لكن بالبداية خلينا نحكي عن أنواع اضطرابات نطق الأصوات الكلامية. إيش أنواع؟ هلأ حكينا اضطرابات نطق الأصوات الكلامية بتكون عن هي بتنقسم إلى قسمين. الأول بنسميه نحن موتر أو عضلي، بيكون بس المشكلة بمخرج الصوت. نعم. بنسميه اضطرابات النطق أو الارتكيليشن ديسوردر. هلأ الاضطرابات الثانية اللي هي بتكون بنظام الصوت، هو ما عم بدرك الأصوات الكلامية ولا تسلسلها، يعني حتى لو تحكي له عنها هو ما يعني حتى لو تلفظوا له الكلمة بطريقة خاطئة هو غير قادر على استيعاب هاي الكلمة أو استيعاب بهذا الصوت خلينا نحكي. نعم. بس هاي المشكلة عنده، حتى ما عنده مشكلة لغة، عنده بس مشكلة بالأصوات. فهي الحالة احنا بنسميه الاضطرابات الفونولوجية. بالعادة بيكونوا الأطفال صغار، يعني ممكن نبلش العلاج لهم من عمر 3 سنين 3 سنين ونص. الأهل بيكتشفوا أنه كلامه غير واضح مع أنه إدراكه سليم، ما عندهش مشاكل تانية، كل مهاراته النمائية منيحة، بس نطقه مش سليم. بالحالة احنا بنتدخل بشكل مباشر. إيش أصعب الأنواع صفاء اللي يمكن مثلا بتكون صعب علاجها؟ هلا دائما اضطرابات الفونولوجية كتير أصعب من اضطرابات النطق، لأنه هي حكينا هي مشكلة بإدراكه للصوت أو بإدراكه لنظام الأصوات الكلامية. بالضبط. حتى لو ما تحكي له الخطأ، يعني تحكي له الكلمة بطريقة خاطئة، هو ما عم بدرك إنه أنت عم تحكيها بطريقة خاطئة. هاي بتصفي أصعب. هلا بالنسبة لاضطرابات النطق حكينا ممكن إنه يحذف صوت، يعني يلغي صوت تماما من الكلمة، زي إنه يحكي مثلا عن بطة قطة مثلا، أو ممكن إنه يستبدل الصوت زي يحكي عن سيارة تيارة، أو إنه يشوه الصوت زي يحكي مثلا عن سيارة خيارة. فبهاي الحالة دائما الصوت المشوه بصفي أصعب. نعم. يعني لما يكون الصوت هو متعلمه بطريقة خاطئة هو هذا أصعب. نعم. طيب شو أسباب اضطرابات نطق الأصوات الكلامية؟ إيش أهم الأسباب اللي ممكن تؤدي إنه الطفل هيك يكون؟ هلا الاضطرابات يعني الأسباب بتختلف. في منها ممكن تكون في بيئته المحيطة، مثل إنه المود الخطأ عنده في البيت، عم بسمع حدا عم ينطق هذا الصوت بطريقة خاطئة. ممكن كتير أخوه الأكبر منه أو أمه أو أبوه عم بيحكوا مثلا عن الراء غا، فهو تعلمها غلط. أو مثلا في برضو من البيئة تبعته الشغالة. هلا حاليا كثير عندنا موجودين شغلات بمعظم الاطفال بتعرضوا لموديل للنطق او للغه غير سليم، فهو عم كثير بيجينا مثلا اولاد عم بيحكوا عن الخاكه. نعم. وهذا مش إشي كتير وارد يعني. بس هذا لأنه معظم اللي بيحكوا من شرق آسيا عم بيحكوها بهاي الطريقة، فهو عم بتعلمها من شغالة غلط. نعم. هاي مشكلة في البيئة. هلأ برضو في البيئة في مشاكل تانية، نحن بنعزز يعني أنا لما يجي ولد مثلا صغير عم بيحكي عن الساثة عم نحبها، فانه بنصير نحكي معاه بهذه الطريقه، فهاي انه حلو عليه انه هيك. بالضبط. يعني بصير عمره 4 سنين و5 سنين و6 سنين بيكبر فيها وهو لساته عم بنطقها بطريقه خطا، بعدين نحن بنستوعب انه نحن علمناه غلط.
نعم. طيب يعني هلا احنا عم نقدر نقول انه مشاكل اضطرابات نطق الاصوات الكلاميه هي يعني مشاكل مكتسبه، مشاكل بيئيه من الاسره، فممكن مثلا تكون وراثيه. هلا هي مش بالضروره يعني من البيئه، هلا هي جزء منها ممكن تكون في البيئه. بالبيئة. هلا في منها عضوي انه هو عندهم نحن بنسميه المايل اوكلوجن، اسنانه غير متطابقه، عنده الفك السفلي متقدم على الفك الامامي او العكس، او ممكن الفك العلوي مرتفع فبصفي لسانه ما عم بيوصل. ممكن برضه شق سقف الحلق، في عندهم التهاب بيكون فتحه بصف الحلق الارنبيه اللي بالضبط. فبهي الحاله هو عم بيصير عنده نقص بمخارج الاصوات. برضه ممكن حجم اللسان ممكن يكون كبير او ممكن يكون صغير، فبرضه بتاثر على نطق كثير اصوات. هاي اسباب عضويه مثلا. نعم. طب الاسباب العضويه سهل حلها ولا في اسباب عضويه مثلا بيكون يعني صعب على الأطباء أنه يحلوها، فبيضل الطفل أو الشخص بيعاني من هاي المشكلة طول حياته بنطق الأصوات الكلامية؟ حتى يعني التدريب ضروري، يعني حتى مثلا اللي عندهم كليفت بلت أو اللي هي الشق سقف الحلق، بهاي الحالة نحن بنتدخل بالتدريب لأنه هو لازم يتعلم أنه يحس أنه في يعني حتى بعد ما يعملوا له العملية ويصلحوا له المنطقة لازم يتدرب، لازم يتدرب عشان ينطق الأصوات، لأنه بيكون هو اكتسب عادات أو اكتسب عادات نطقيه خاطئه بهاي الفتره، وهو يعني السقف حلقه غير مكتمل. فبهاي الحاله نحن لازم ندربه، وهي طبعا كثير اصعب من العوامل البيئيه لانه في نقص عضوي بهاي الحاله. نعم. طيب هلا في كمان موضوع الاشخاص مثلا اللي بيكونوا اجانب عم بتعلموا لغه عربيه، او العرب اللي عم بتعلموا لغه غريبه مثلا زي اليابانيه والصينيه وغيرها، فايش المشاكل اللي بيكونوا عم بيعانوا منها؟ يمكن مثلا بتكون الحرف مثلا او الصوت، صوت الحرف مش متعودين عليه، فعشان هيك ما بيطلع منا مثلا بطريقه صحيحه، او عند الاجانب كمان يعني العكس صحيح. بالضبط. نحن هذا بنسميه دايركت ريدكشن، هو تعلم اللغه الام بعد فتره قرر يتعلم لغه ثانيه، او اضطر انه يسافر مثلا على بلد ثاني، اجى يتعلم عربي او راح هو يتعلم، او ممكن تعلم بالجامعه لغه ثانيه، فهو بضل عنده مشاكل بالاصوات اللي مش موجوده باللغه الام تبعته. يعني مثلا اللي بتعلموا بيجوا من برا مثلا فرضا اجانب، ما عندهم مش القاء، ما عندهم مش الضاء، ما عندهم مش الحاء، كثير هاي الاصوات، فهو بيستبدلها باقرب صوت لها موجود بلغته، مع التدريب بتحسنوا طبعا. بس احنا بنحس انه اللغه العربيه بتخلينا انه نقدر نحكي اغلب الاحرف او الاصوات الكلاميه، يمكن اللغه العربيه هي اكثر لغه بتخلي الواحد يقدر يمارس كل اللغات ويلفظ الاحرف بطريقه صحيحه، ولا لا؟ انا هيك بحس. انا بحكي لك ليه، لانه نحن عندنا الفوكال تراك، تخلينا نحكي منطقه مخارج الاصوات عندنا بكل منطقه، يعني بكل منطقه في عندنا اصوات اصوات لهويه، اصوات متقدمه. هلا مثلا الانجليزي ما فيهاش الاصوات الخلفيه كثير. نعم. يعني عند الكاء وخلص مثلا، او جا ما في عندهم مثلا، ما عندهم حاء. بس نحن بشكل عام ماخذين كل مخارج الاصوات. يعني شغله ثانيه، لغتنا ما بعرف، انا بحسها يعني صعبه، فاي واحد بيتقن الصعب في يتقن اي لغه ثانيه طبعا بيقدر يتقن الاصوات السهله. طيب هلا اذا بدنا نرجع لعمر الاطفال للامهات، امتى بتنصحي الأمهات أو الأهالي إنهم يتدخلوا؟ يعني إيش العمر المناسب لحتى يلجأوا للتدخل العلاجي أو لعلاج المشاكل اللي بيشوفوها عند أطفالهم بالأصوات الكلامية؟ هلأ هي يعني هي الموضوع نسبي، بيختلف. نعم. من طفل لطفل. هلأ في كتير أولاد بيصير عندهم، هلأ معظم الأولاد اللي احنا مشتغلهم على اضطرابات الأصوات الكلامية أوريدي بيكون نحن مشتغلين معهم بمشاكل اللغة، لأنه بيكون أوريدي إجا الأهل اكتشفوا عنده تأخر لغة، نحن بلشنا نشتغل على اللغة تبعته، وبآخر المراحل التدريب بصير نحن نتدرب على مخارج الاصوات. هذا جزء لما يكون في عنده تاخر نمائي، او عنده مثلا زي داون سندروم او توحد، في كثير منهم بيكون عندهم اضطرابات في النطق، بنشتغل عليها. في الاولاد اللي بيكون عندهم كلامهم مش مفهوم كثير، حكينا عنهم احتمال كبير انه يكون عندهم اضطراب فونولوجي بنظام الاصوات الكلاميه، فبهاي الحاله نحن بنتدخل من عمره صغير على اساس نحن نستدرك الموضوع، على اساس انه لسه بده يفوت المدرسه لازم يكون على الاقل كلامه كثير مفهوم. لا. للاطفال وللبيئه الجديده اللي بده يروح لها. هلا في اضطرابات ثانيه بالعاده نحن عمر اللغه العربيه او عمر اكتساب الاصوات، يعني بالدراسات بيحسبوه بعد 8 سنين، 8 سنين ونص بيكون اكتسب تقريبا معظم الاصوات او كل الاصوات، خلينا نحكي كل الاصوات اللغه العربيه. ففي كثير اولاد بيجونا بهذا العمر بالصف الاول بالصف الثاني، بس حسب شكل الخطا، يعني حسب شكل الخطا اللفظي له او كيف بلفظ الصوت، بهي الحاله نحن بنتدخل. يعني مثلا ممكن يجي اولاد اثنين عمرهم 4 سنين، واحد عم بيحكي عن الرالا، واحد عم بحكي عن
الراغة أنا شخصيا بتدخل للي بيحكي غا لأنه هو تعلمها غلط أو هي كتير بعيدة، بس لا كتير طبيعي أو كتير أولاد بيحكوا عن الراغة بمرحلة من مراحل عمرهم. لا نعم. طيب هلا قد ايه مهم وقد ايه بتحسي انه الاهالي عم بلجأوا انهم يحلوا مشاكل اطفالهم بمشاكل الاصوات الكلاميه؟ يعني قد ايه انت عم تنصحي الاهل، او هلا اذا بتحبي توصلي نصيحه للاهل انه لازم نحل هاي المشكله، لانه على كبار لما نشوف مثلا يمكن لما يكون صغير زي ما قلتي احنا بنكون هيك مبسوطين على الطفل انه هو عم بلفظ الاحرف بطريقه مش كتير واضحه او مش كتير صحيحه، بس لما يكبر اكيد هاي المشكله راح تضلها معه. فايش النصيحه اللي بتوجهيها للاهل؟ هلا نصيحتي اول شغله انهم يستشيروا حدا، يعني على طول انه ونس انه حس انه في مشكله نطق، حتى لما يكون بعمر صغير عفوا، يعني لما زي ما قلنا الطفل بيحكي الساثة هون الاهل لازم ينتبهوا على طول انه طفل. هلا مش كل الاخطاء اكيد، مش كل الاخطاء، لانه في كثير اولاد بيحكوا عن الساثة مثلا بكل بعمر 6 سنين روحي على مدرسه صف اول كلهم بيحكوا عن الساثة لانه اسنانهم مش موجوده الاماميه. نعم. فبضطر انه يحكي ثا، فكتير عاديه، بس في كثير اخطاء يعني الاهل يعني فيهم انهم يشوفوا اذا الطفل كثير الخطا عنده غريب او زي ايش الغريب احكي لنا مثلا الراغه هذا غريب، هذا المفروض انه خطا يعني انه المفروض يصلحوه او يتدخلوا، لانه ما بدنا نواجه، لانه كثير سهل نتدخل على وهو صغير، اسهل من انه لما يكبر كبير. فممكن نتدخل. هلا شغله ثانيه بنخاف يعكس هذا الشيء على مهارات القراءه والكتابه، لانه ممكن كثير اولاد بكتب شو عم بحكي، يعني مثلا بكتب سياره سياله مثلا او بكتب بصير يكتبها انه هي هيك بالضبط. اها طيب مشكله الاشخاص اللي بقرطوا بالراء وبتصير يا بنحس انه في العديد من الاشخاص بيعانوا من هاي المشكله، فشو هاي المشكله صفاء وهل ممكن حلها بسهوله؟ بنحس انه الشخص اللي بقرط بالراء وبيحولها ليا مشكله كثير صعبه مثلا، وبنحس انه مثلا ما لها حل، فايش شو رايك بهاي المشكله؟ هاي انا من يعني من المواضيع اللي كثير مهمه انه هلا اذا تدخلنا، في ناس ما بتحب تتدخل، هي حاببتها ومتعايشه معها، فهو حر، يعني هو مش مأسره، مش عملت له اي ليميتيشنز، هو مرتاح فيها، ما في مشكله، بس في ناس يعني بفكر انه لا لازم يصلحها، اذا هو عنده الرغبه انه يصلحها بتتصلح، يعني عادي بياخذ جلسات، بيخضع لجلسات. هلا في ناس بيطولوا اكثر من ناس، بيعتمد حكينا على العمر، لما يجيني ولد عمره 8 سنين وعم بيحكي عن الرايه، كثير اسهل ما يجيني واحد عمره 20 بيحكي عن الرايه، هاي مثلا هاي شغله، شغله ثانيه في ناس متعايشه معها مش مأسره عليها، بس نعم. في ناس طبيعة المهنة مثلا بتأثر انه لازم نطقه يكون سليم. نعم. سهل حلها حتى للأشخاص الكبار بالسن؟ سهل انه مثلا يحلوا مشكلة الأرطة هاي من الراء للياء يحلوها؟ انا مثلا ما بشوفها كثير سهله، يعني ما بشوفهاش كثير سهله، يعني من خلال تعاملك مع الاشخاص اللي عندهم مشكله بتحويل الراء للياء، ما بقدروا يلفظوا حرف الراء، سهل حل المشكله هاي؟ هلا هو مش كتير يعني هو بنحل، بس مش انه بعتمد على كتير ظروف، يعني في يعني ناس ممكن حله بالنهايه، اكيد ممكن حله، اكيد في حل، اكيد ممكن في حله، يعني وانس انه راح لاخصائي نطق واللغه وشاف له الموضوع وجسد له مخارج الاصوات وفي شيء مشكله عضويه وكذا، على طول يعني بيباشر بالعلاج وبتحسن، في كتير ناس بتحسن وبتصير احسن يعني. نعم. طيب في عنا مشاركة صفاء على الفيسبوك، هلا عم بيقولوا لي بالجاليري في حدا من اللي عم بيتابعونا بيقولوا انه ايش هو العمر المثالي اللي بيكتمل فيه نطق الاصوات الكلامية بشكل كامل، يعني ايش العمر اللي الاهل بيقدروا يحكموا فيه انه هذا طفلنا مثلا عم بيحكي كل الاصوات الكلامية، هل عم بيحكيها بطريقة صحيحة او لا، ومن هون او من هذا العمر عم بيحكموا؟ اظن انت قلتي من عمر 8 سنين او 8 سنين ونص، معظم يعني معظم الاصوات بتكون اكتملت، لانه في اصوات ما بيكتسبها الطفل الا بسن المدرسة، لأنه نحن مثلا في البيئة عنا ما بنحكيش مثلا الضا كتير، ما بنحكيش القا كتير، ما بنحكيش الأصوات المفخمة كتير، بتعلمها فعليا بالمدرسة، فهي الأصوات بتأخر لسن المدرسة لما يتعرض لها بالقراءة أو بالصف. خلينا نحكي شغلة تانية عن السن، نحن بنسميها الأخطاء اللغوية أو الأخطاء النطقية المتبقية أو residual errors، بتضلها بتعلم كل اللغة بضل عنده أكم خطأ لغوي، بهاي الحالة ممكن الأهل ينتبهوا أنه صار عمره مثلاً 8 سنين 10 سنين وستيل بحكي عن الساثة أو ستيل بحكي عن الرالة، فبهي الحالة بنتبهوا بيصير أو المس ممكن تنتبه بيضطروا أنهم يدخلوا ببرنامج علاج مطلق. أكيد لازم يكون في متابعة بين المدرسة وتعاون بين الأهالي وبين المدرسة. سؤال أخير كمان على الفيسبوك للي عم بتواصلوا معنا بيقولك أنه الطفل البكر هل أنه مثلا عادي إذا تأخر بنطق الأصوات الكلامية ولا ما إلها دخل؟ الطفل البكر يعني الطفل الأول. فهمت عليك. هلأ ما بعرف، ما في شيء يعني
فيش دراسة على هذا الشيء، بس أنا بعرف إنه الطفل الأول دائما أخطاء اللغوية والنطقية أقل ما يمكن، لأنه الموديل دائما أمه وأبوه. نعم. فهو بتعرض للموديل السليم، هاي شغلة. شغلة تانية إنه كتير بيكونوا كتير الأهل مع الطفل الأول كتير متحمسين، كتير بيحكوا معاه، كتير بيلعبوا معاه، فبهاي الحالة نادرة ما يكون يعني، أو مش نادرة، خلينا نحكي الأهل بالعادة الدراسات بتحكي إنه الطفل الأخير بيكون عنده مشاكل أكثر، لأنه بيكون أخذ من إخوانه. بس ما إلها يعني، ما فيش إلها بعد يعني، ممكن يكون مشكلة بسنانه، أو ممكن يكون دلع، أو ممكن يكون يعني مشكلة بيئية حكينا. إذن هي ما إلها دخل إنه الطفل بكر يعني مثلا، لا ما إلها دخل بين نطق الأصوات، ممكن يتأخر. طيب أنا بدي أتشكرك صفاء البستنجي، أخصائية نطق لغة، شكرا إليك ويعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكي.